السلام عليكم. في الفيديو ده هنشوف ازاي تشات جي بي تي ممكن تساعدنا في الديفلوبمنت، لكن قبل ما نبتدي عايز اوصلك من الصوره دي رساله مهمه. عموما سواء تشات جي بي تي او جوجل بارد ممكن تتعلم منه وبيساعدك وبيتعاون معاك عشان تأدي مهمتك وتوصل لهدفك في احسن صوره وفي اقل وقت، لكن انت لو ما عندكش تصور او فكره عمرك ما هتوصل لحاجه. يعني انت الاساس يا مان، والذكاء الاصطناعي هو اداه مهمه من الادوات اللي ممكن تستخدمها. النهارده بقى نعمل ابلكيشن بسيطه مع التشات جي بي تي النسخه المدفوعه. بس استنى، المرة الجاية نستخدم النسخة المجانية من تشات جي بي تي وكمان نستخدم جوجل بارد، ونعمل مع بعض نفس الابليكيشن وكمان من غير ديزاين اصلا، ونعرف الفرق بين استخدام النسخة المجانية والنسخة المدفوعة. عندنا سيناريوهين، اول سيناريو هيكون عندنا الديزاين ونبتدي من الديزاين نعمل البروجكت. السيناريو التاني يكون عندك الفكرة بس وانت تكتبها وتطلع منها ابليكيشن. الادوات المستخدمة في الفيديو ده كانفا، وده عملت بيه ديزاين. هنستخدم تشات جي بي تي فيرجن 4، هنستخدم اكس كود، الاي بي ايز اللي هنستخدمها عن طريق rapidapi.com، واخيرا ارك براوزر. دي الاب ديفلوبمنت بتاعتنا. اول حاجه اوبتين ابلكيشن ديزاين، هنجيب ديزاين نحول الديزاين ده لكود عن طريق تشات جي بي تي، بعد كده نimplement dynamic كود نخليه دايناميك، انتجريت مع الويذر اي بي اي، بعد كده نلونش الابلكيشن. ده دياجرام بيوضح السايكل بتاعتنا. اول حاجه ديزاين سكرين، هندخلها على تشات جي بي تي فيجن، نجنريت الكود بتاعنا سويفت اي كود، بعد كده هانتجريت الكلام ده مع ويذر اي بي ايز، وبعد كده نطلع الابلكيشن بتاعتنا. ده ديزاين بسيط انا عملته مع كانفا، مش ده موضوعنا دلوقتي، لكن احنا عايزين نكتب التايتل ويكون عندنا الايكون بتاع الويذر، بعد كده درجه الحراره، وبعدين السيتي اللي هي المدينه. تعالوا مع بعض نفتح شات جديده، وهتاكد ان انا فيرجن 4. بختار اول اوبشن عشان اقدر احط صورة اللي هي الفيرجن المدفوعة. ده الديزاين اللي انا عايز احطه للتشات جي بي تي، هعمله دراج ودروب بالمنظر ده كده. حط لي الصورة خلاص، ابتدي اقول له بقى يعمل ايه مع الصورة دي. اول حاجة هقولها له write the UI code based on this design using Swift UI. يبتدي يبص على الصورة ويطلع لي الكود Swift UI. عمل لي فيو اسمه ويذر فيو، وكتب لي الكود والبريفيو كمان. تعالى بقى ناخد الكلام ده ونعمل نيو بروجكت في الاكس كود. هعمل كوبي ونران الاكس كود، ونيجي هنا نقول له نيو بروجكت. نيو بروجكت، نختار اب، نكست. اسم الابلكيشن ايه؟ هسميها سيمبل ويذر اب. نكست، ماشي، نحطها هنا في الفولدر هنا. خدنا من هنا الكود، هنعمله كوبي تاني، وبعدين اجي هنا كبر الاكس كود، هاخد الكود اللي حطوه لي زي ما هو كده واحطه هنا، اعمل بيست. طبعا في حاجه عايز اظبطها هنا، ويذر فيو، هاجي هنا جوه الابلكيشن وخليها ويذر، تعال نكبر الاكس كود. تمام، نفس الديزاين اللي انا حاطته له التشات جي بي تي طلعت لي كود بنفس اللي اوت. عندي هنا التايتل، وعندي الايكون، وعندي هنا درجه الحراره، وهنا الساتي. لو تلاحظ نفس درجه الحراره هي نفسها اللي موجوده هنا. طيب يبقى دي اول خطوه عملناها. تعالى تاني خطوة، تعالى نسأله كده سؤال بريء، نقول له ايه؟ نقول له how to make this code dynamic، ازاي اخلي الكود ده dynamic. ابتدى يقول لي ازاي اعمل الكود dynamic.
حمالي دلوقتي في موديل، في هنا بلسن على temperature واللوكيشن والويذر ايكون نيم، بيديهم ديفولت فاليوز اللي هي الاساسيه الموجوده عندي، وبعد كده الويذر فيو. في الويذر فيو هنا عنده observed object بيبص على الويذر فيو موديل، ويبتدي يحط هنا بدل ما كان بيحط حاجات static يحط الفيو موديل دوت ويذر ايكون نيم، وهنا temperature، وهنا فيو موديل دوت لوكيشن، وهنا البريفيو بتاعنا. يبقى انا بس عايز ازود الحته دي. طيب انا مش هكمل الحته دي، عايز اقول دلوقتي عايز اكونكت على اي بي ايز. ايه الاي بي ايز اللي عايز اكونكت عليها؟ عن طريق سايت اسمه رابيد اي بي اي. تعالى كده هاجي هنا نيو تاب اقول له رابيد اي بي اي، هخلي الاتنين جنب بعض. هنا انا مشترك في rapidapi.com، في عندي هنا open weather APIs عن طريق world API. هنا انا عندي الكي بتاعي وعندي كود، الكود ده Node.js. ممكن هنا افتح ولاقي عندي swift كود، لو دوست كده هيجيب لي الكود بتاعي. تعال اقول له copy code، يبقى تعالى هنا اقول له دلوقتي I want to connect to an external APIs using this code، وبعدين هعمل له paste للكود بتاعي اللي انا واخده من rapid API وادوس enter. ابتدى يعمل الموديل بتاعي، وهنا الفيو موديل، وهنا الفيتش ويذر الفانكشن اللي بتعمل فيتش للويذر، وبكده اقدر ان انا ابتدي اعمل الفايل بتاع الموديل والفايل بتاع الفيو موديل. تعال عشان نشوف الرؤية النهائية هقوله دلوقتي rewrite all files. هو فاهم هنا كلامي غلط، هرجع هنا وهقول له rewrite the whole the three files again view. هقول له اول حاجة the model the view model and the view، خليها weather view. كتب لي هنا الموديل بتاعي، وهنا الفيو موديل، وهنا بيكتب لي الweather view اخر فيرجن منه. تعالى بقى ناخد كوبي من كل واحد، هناخد كوبي من هنا weather model، نجيب الاكس كود ونقول له هنا new file swift file weather model. paste. ونيجي عند تاني واحد weather view model. copy. وهنا نيجي نقول له new file swift file نعمل paste و finally نيجي نعدل تاني او ناخد الفايل ده تاني لل weather view. نيجي هنا على الويذر فيو، كده اخدنا اخر فيرجن. تعالى بقى نران البروجكت بتاعنا. طب هو لسه بيكونكت على الموبايل، تعالى نختار دلوقتي اي سيميليتر، هنختار ايفون 14، نشغل البروجكت.
ده السيميليتور بتاعي، تعالى كده نشوف الفيو موديل. هنا عايز الاي بي اي كيز، ده اللي مخليه مش مطلع داتا. تعالى نحط له اي بي اي كيز موجودة عندي هنا. ده الكي الاولاني، وهنا الهوست، وتعالى نجرب تاني نشغل البروجكت. في ايرو طلع لي هنا، تعالى كده ناخده كوبي ونروح لصديقنا تشات جي بي تي ونقول له الايرور ده. تعالى ناخد الويذر موديل تاني ونيجي هنا للويذر موديل. فين وهنا بعد ما نادي على الاي بي ايز يعمل ابديت للتمبريتشر والسيتي والديسكريبشن. هاخد ده كوبي واجي هنا في موديل وابتدي اقول له يريبليس الكلام ده واشغل تاني. ايه فوالا، اشتغلت، جاب درجة الحرارة وجاب الساتي، وهنا في ديسكريبشن كمان ذكرها من عنده. تعالى بقى نقول له كايرو تعالى هنا نقول له كايرو. طبعا الكلام ده المفروض بعد كده يكون دايناميك. نقول له ران. جاب لي درجة الحرارة في كايرو بس 61، ده مش منطقي. كتبنا هنا الكسندريا، وتعالى كده نشغل ونشوف. تقريبا بياخد الأسماء كلها سمول، تعالى كده خليها سمول ونقول له يران. جاب لي الكسندريا درجة الحرارة 63، واضح ان هو في غلطة في درجة الحرارة. هقول هنا the degree returned is 63 for Alexandria. I think it is in فهرنهايت. قال لي دلوقتي المفروض ان انت تحاول تعمل كونفرجن، تمام؟ دي درجة الحرارة اللي جات لك، تعملها كونفرجن. تعالى كده نشوف، دي المعادلة بتاعتي، ناخد كده كوبي نروح لإكس كود. دي درجة الحرارة اللي جات لي، تعالى كده هنا
اخد السطر ده وحطه هنا. تعالى على طول نكتبها، خلي دي درجه حراره سيليزس. هاجي هنا واقول له بتساوي الكلام ده، واخد دي كده احطها هنا، خلي دي بلات. واجي احط دلوقتي درجه الحراره النهائيه. تعالى كده نجرب نشغل، في غلطه هنا، انا شايف الفانكشن دي مش محتاجها. خلاص كده خدت تمبريتشر على طول. واجي اشغل البروجكت، واجي اشغل البروجكت. طلعت فعلا درجه الحراره مظبوطه، يبقى هو كان جايبها الاول فهرنهايت. وبكده يا جماعه نكون خلصنا البروجكت بتاعنا. الغرض من الموضوع ده ان انا اعرفك ان انت ممكن تستخدم الشات جي بي تي عشان توفر عليك الوقت اللي انت هتستخدمه. طبعا انت لو مش عارف سويفت يو اي او مش عارف كود مش هتعرف تتعامل، يبقى هي بتوفر عليك وقت عشان تعمل مشروع، وتعمل كمان مشروع كبير مش صغير. المره الجايه ان شاء الله مش هيكون عندنا ديزاين، هيكون عندنا ايديا بس، وهنشوف الفرق بين شات جي بي تي فيرجن 4 والفري فيرجن وجوجل بارد. ارجو الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.